إزالة الشعر الزايد من الوش من الحاجات اللي بتعمل حيرة عند الستات. في كتير بيلجأ للواكس أو الشمع، بس للأسف كل الأطباء أجمعوا على إنه بيظهر التجاعيد وبدري كمان، وبعد كل التجارب ثبت إن مفيش أأمن من الخيط لإزالته. اعتمدي دايماً على الخيوط القطنية. بعد ما تتخلصي من الشعر الزايد اعملي لوشك كمادات مية وبعدي عن التلج نهائي. استخدمي كريم الأطفال اللي بنستعمله للالتهابات، وبكده تضمني ان مفيش اي حبوب تطلع بعد الازالة. انتي جميلة ومعانا هتكوني اجمل.